مساء الخير على كل متابعين اليوم السابع مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا في بث لايف جديد معاكم محمود. محمود حصلت له مشكلة وهو صغير، نقص في الأكسجين أدى إلى ضمور في خلايا المخ، سببت له رعشة مزمنة، يعني هي معاه على طول. ورغم كده محمود شغال في الكهرباء في الجبسن بورد وبيتحدى أي حاجة عشان يكمل حياته. خلونا نعرف اكتر معاه. ازيك يا دكتور مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كويس؟ الحمد لله. احكي لنا بقى ايه اللي حصل؟ يعني مولود، يعني الدكتور ما كانش واعي ان انا عندي نقص اكسجين، ادى ان انا عندي رعشه عايش بيها طول عمري، مزود احتياجاتي الخاصه. الحمد لله ابتدت حياتي، أبويا كان بيشجعني على كل حاجة، ما كانش سايبني، كان يقول لي اعمل دي واعمل دي وما تخافش من دي. الحمد لله دلوقتي يعني ابتديت أبقى يعني كهربائي، بشتغل في الجبتن بورد، يعني الحمد لله ما فيش حاجة بتقف قدامي، وبشيل بتاع ده، وبشيل شغل المقاولات، الحمد لله. بقى تعرف تشتغل كل الحاجة؟ اه. ده انتي هو ده اللي موجود معايا دلوقتي، انما السيف مش موجود. ده يعني انا وديت حضرتك بس ما اشتغلش فيه. لا ما تقلقش ما تقلقش. انا وديت حضرتك وانا شغال فيه دلوقتي. اه. شوفي تاني؟ شيل اهو ديت فيه. تمام، الله ينور، تعال. الحمد لله مستوى الأصعب مني. قول لي بقى. الحمد لله مستوى الأصعب مني. صاروخ. بس دي صاروخ. بتشوف فيها صعوبة وكده؟ مفيش حاجة مفيش فيها صعوبة. كل حاجة فيها صعوبة. بس إن خفت مش فاهم. إن أنا غاوي إن أنا يعني إيه أحفز نفسي إن أنا أعمل دي وما أخافش من دي. يعني الله يرحمه قال لي يعني هو اللي كان يقول لي أعمل دي وما تخافش. بس تستخدم الصاروخ او الهيلتي او الكلام ده كله، جه ازاي؟ هو الصاروخ هو اللي كان الهيلتي سهل، انما الصاروخ هو اللي انا كنت بخاف منه فعلا. بس يعني والدي كان باني مسجد، كنت محتاج حد يقف معايا، محدش كان بيقف يقف معايا، لان الحاجه دي في بيت محمود مش هيجي يتشغل مع محمود ياخد فلوس، مع ان عرفت عليهم فلوس. فانا مش عارف اتشغل في السوق اعمل ايه؟ دي جاي انت جاي عملت ايه؟ قمت جاي داخل الجامعه، قلت يا رب نفيتك، مت عشت ودخلت واشتغلت بيه. مسكته بقى ربنا قواني لان انا نفيته. ربنا قواني عملت المسجد كله لوحدي. الحمد لله. ان شاء الله الحمد لله. تمام، انت بقى من جواك انت يعني شايف ايه؟ شايف انت
ما شاء الله شغال في الكهرباء وشغال في الكلام ده كله، مش بتخاف، مش بتقول لا، الموضوع مش حمل عليك او تقل عليك؟ مفيش حاجه اسمها تقل. تعرف بقى ان انا عاوز ابقى كيان في المجتمع ده، عاوز ابقى حاجه في المجتمع ده، لما تقل وكيان دوت ما اعرفوش. انا عاوز ابقى حاجه في المجتمع، انا يعني حاجه زي اللي انا فيها دي، يعني صعيبه قدام حد حلاق وصعيبه قال لي خد انت زد، يعني لا كهربا، انا اللي بعمل ده كله بنفسي. الحل ده انت اللي عامله كل ده كده؟ اه صح كده؟ اه يعني انا اللي عامل كهرباء وعامل اللي جبت بورد، انما بجيب بتاع السيراميك تبعي، المحاره تبعي، النقاش هيبقى تبعي ان شاء الله كده. اما الشغل اليدوي انت معايا؟ اه بس وشغال. اه هقعد في البيت مين اللي هياكلني؟ انا مفيش دخل ليا غير الشغلانه دي، يعني ممكن اشتغل يوم واقعد يومين ثلاثه على ما يجي شغل تاني، لان الشغلانه دي مش دايما كل يوم، واللي انت بتعمله في اليوم بيتزرم في اليومين الثلاثه اللي انت قاعدهم. بس خلينا عايشين الحمد لله. نفسك في ايه؟ نفسي انا عامل شركه والله على النت اسمها الجوده، يعني شركه على النت تمام، نفسي اكبرها، نفسي اعمل لها سجل تجاري، نفسي يعني تبقى شركه مقاولات على ارض الواقع فعلا. نفسك يبقى عندك شركه مقاولات؟ اه الواقع تبقى مسؤول عنها. اه ان شاء الله باذن الله كده يا رب. لك حلمك ده و... وهل شايف ان في حاجه صعبه عليك؟ الصعب انا بعتبره سهل، الصعب انا بعتبره سهل، ما فيش حاجه اسمها صعب. صعب ده مش موجود معايا، صعب ده مش موجود معايا خالص. ما بتتعبش من الشغل؟ طيب انا بقالي يعني بقالي 3 ايام دلوقتي ما نمتش، تالت يوم النهارده ما نمتش، انا طالع من شغل على شغل، الشغل ما فيهوش تعب، التعب ان انت تنام في البيت. ما شاء الله. تقول ايه بقى للشباب مثلا مش عايزه تشتغل؟ لا انت دلوقتي الزمن ده يعني انا بدور على حد يشغلني، مساعد يشغلني، كله دلوقتي بقى يجري على التكاتك ويجري على حاجات تانية مش عاوز اذكر اسمها. الجيل بتاعنا باظ، مبقاش فيه شباب. تنصحوا بايه؟ ان هم يرجعوا لربنا، لو رجعوا ربنا إلى كل حاجة جميلة. إن شاء الله. تنورتنا وبجد احنا متشرفين بيك. ربنا يخليك يا أستاذ مصطفى. شكرا لكل متابعين اليوم السابع، كان معكم مصطفى جابر.